مشاهدينا في كل مكان صباح الخير، بنصب عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا. ودائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصب إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعة لهذا الوطن. مجموعة الفقرات المتنوعة نلتقي معكم من خلالها اليوم، وحديثنا في فقرتنا الرئيسية هيكون حديث حول الآثار الإسلامية ويمكن الحضارة الإسلامية التي تعاقبت على مصر وكل الدول الإسلامية التي تعاقبت عليها، وكل منهم ترك أثر وآثار كبيرة في مصر، في قاهرة المعز وفي شتى بقاع مصرنا الحبيبة. تتحدث عن زهو هذه الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر. للحديث عن هذا الموضوع وأيضا هيكون لنا لقاء مع الباحث الأثري والمحاضر الأكاديمي الأستاذ علي يحيى. مشاهدينا في كل مكان نلتقي بعد الفاصل ونبدأ معكم فقرتنا النهاردة. مشاهدينا أهلا بكم معنا مرة تانية. يمكن حديثنا دائما عن السعادة بيكون مرتبط بالحالة المزاجية أحيانا، وأيضا بعدة عوامل يمكن بتحيط بالإنسان بتخليه يشعر بالسعادة من خلال عمله، من خلال أسرته، من خلال بعض الأمور اللي ممكن يكون بيمر بيها بتكون مبعث على هذه السعادة. ازاي ان احنا نحاول ان احنا نعيش نفسنا في سعادة ولو وقتية رغم الضغوط اللي احنا بنتعرض ليها؟ ده هيكون من خلال مداخلتنا التليفونية مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. دكتور ازاي حضرتك يا فندم؟ يا صباح السعادة، كل سنة وحضرتك طيب، بوعود الايام عليك دايما يا رب. امين يا رب العالمين. دكتور وليد، بداية كده عايزين نتكلم بمفهوم السعادة، يعني مفهوم السعادة كده بالمعنى المبسط. يعني ببساطة شديدة جدا، سعادة ان انت تعيش في حالة من الاطمئنان وحالة من الرضا، مش شرط تبقى حالة من البهجة على فكرة، انما يبقى عندك تفاؤل، تتمتع باللي موجود، ما تمنيش نفسك باللي مفقود، تبعد عن التشاؤم، دايما يبقى عندك طاقة ايجابية. انت عارف حضرتك كان في سنة 38 دراسة بجامعة هارفارد، الدراسة دي قعدت 85 سنة، تخيل، يعني لسه منتهية السنة اللي فاتت. بقت أجيال من العلماء تورث أجيال الدراسة دي بعنوان سر السعادة. عايزين نشوفوا إيه السر بتاع السعادة، هل في الإنجاز المالي، هل في الإنجاز المهني، هل في حب الناس ليك إلى آخره. في النهاية لقوا إن في شوية أمور لو عند البني آدم هيبقى أسعد واحد في الدنيا، أهمها الأمن والأمان، الشعور بالأمان، إنك تحس إن أنت آمن في بلدك، آمن في مكانك، آمن في فرشتك، آمن في وسط ولادك. الشعور بالأمان ده أول مبعث للسعادة. تاني حاجة التعلم والنمو، إن الإنسان يبقى قابل الارتقاء، يتعلم ويدرس ويبقى عنده أمل في بكرة، ويبقى إنسان متطور، إنسان ما يلعنش في الضلمة إنما ينور شمعة يضوء للطريق. دي كلها أمور مهمة. وثالث أمر على أقول سر السعادة السوشيال سبورت، الدعم النفسي والاجتماعي، تلاقي اللي يطبطب عليك، اللي يحنو عليك، اللي يقول لك كلمة حلوة، اللي يريد الإصغاء والاستماع ليك، اللي يبقى هو واحد استرخاء تروح له لو في مشاكل، مجرد ما تضطر ليه باللي جوه قلبك تلاقي هم انزاح من على صدرك. ده مهم جدا. بلس قالوا بقى إن العلاقات الرومانسية مهمة قوي، مهم جدا يبقى في حب في حياتك، مش لازم يبقى حب عاطفي، حب أولادك، حب مراتك، حب أصحابك، حب شغلك، حب الام والاب حتى لو ميتين بالرغم، ولو بالدعاء ولو بالتصدق واحنا في شهر رمضان. دي كلها امور مهمه، مع انك تعيش حاله دايما من المرح. يعني انا بشوف ناس ساعات بتدور على الزعل وتروح له، عكس ناس ثانيه بتبقى على طول سعيده مبسوطه، عندها قلب مطمئن، عارفه ان رزقها محدش هياخده منها. دول بيبقوا الناس بشوشه، ناس ايجابيه الى اخره. فده سر السعاده بيكمن في الكام اوبشن حسب الدراسه دول. انا بقى من وجهه نظري في اضافات ثانيه، يعني لازم يبقى انت عندك كواليتي اوف لايف او عندك جوده حياه، تبقى تلعب رياضه، تاكل كويس، تنام كويس، تخلي عندك حيوان اليف في البيت، تزرع زرعه، تخرج، تتمشى، تتعرض لضوء النهار. دي كلها امور لو انت حرصت عليها اعتقد دي الوصفه السحريه في ابسط معانيها للسعاده. دكتور وليد، في انسان بيبعث على السعاده وانسان العكس؟ اه طبعا يا فندم، طبعا بل سيادتك، ده مش في انسان، ده فيه شعوب. يعني احنا بنشوف دايما ساعات ذرات الانسان في بعض الشعوب بتمشي عكس عقارب الساعه، وفي ناس ثانيه الخلايا اللي جوه جسم الانسان وذراتها بتمشي في اتجاه عقارب الساعه. ده ليه؟ لان في ناس متفائله شعوب باكملها،
متفائله وشعوب متشائمه، يمكن حتى انا كنت في باريس قاعد. يعني هي مش حاله فرديه؟ لا 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 مش حاله فرديه طبعا. ولذلك حتى الامم المتحده لما عملت يوم للسعاده، يعني ليه عملوه لما بنتكلم بقى ان هو مش حاله فرديه؟ قال لك احنا مش بنقيس في السعاده بتاعت الفرد، احنا بنقيس الجهود الحكوميه اللي معموله للشعوب علشان توفر لشعبها السعاده، مدن جديده، طرق، انشاءات، محاصيل زراعيه، علاقات دبلوماسيه، ده كل ده لو صب في النهايه لصالح المواطن بيخليه انسان سعيد. ولذلك بقى انا هقول لحضرتك مفاجاه، يعني مصر لحد من 5 6 سنين فاتوا ما كانتش موجوده في مؤشر السعاده، تخيل. يعني في حين ان كان في دول ثانيه يمكن بعيده قوي زي بنجلاديش على سبيل المثال كانت مدرجه في مؤشر السعاده، ولكن من 5 6 سنين نتيجه الجهود الحكوميه اللي معموله لاسعاد المواطن ابتدينا نخش في مؤشر السعاده. بمعنى انا دلوقتي لو انا جاي من مكان زي التجمع الخامس رايح مدينه الانتاج الاعلامي عشان عندي حلقه، كنت زمان بروح في 2:30 و3، النهارده بروح في 1:15 و1:45. الساعتين دول ساعتين من عمري، بيوفر لي عمر مش بيوفر لي وقت. يعني بقى عندي استعداد ان انا اعيش في استمتاع اكتر ساعتين، وانا ماشي في طرق ممهده، ماشي ما بصرفش فلوس لان عربيتي العفشه بتاعتها محافظ عليها، مش ماشي متعصب ولا متوتر، بروح بيتنا بعرف اقعد في وسط ولادي بهدوء. كل ده بينعكس عليك في السعاده. لما تسيب الاماكن العشوائيه واقعد في اماكن منظمه واماكن فيها وسائل ترفيه وفيها مكتبه وفيها مركز شباب وعايش حياه ادميه، ده بيمتعني، بيغسل عينيا وانا بشوف البنايات الجديده، ده بينعكس على منطقه باكملها او على شعب باكمله، بينعكس على ده. لما امشي في وسط ابراج ايقونيه واشوف بحيرات صناعيه واشم هواء نظيف ومفيش تلوث، يديك شعب سعيد طبعا، يديك شعب سعيد. لما انا امشي يبقى عندي فضيله التامل وشايف الدنيا حلوه حوالين مني، ده يديني اطمئنان ويديني استرخاء نفسي ويخليني سعيد طبعا، يخليني سعيد. ولذلك زي ما حضرتك قلت هي ما هياش حاله فرديه انما حاله جمعيه. بشكرك جدا على هذه المداخله دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. مشاهدينا في كل مكان نتواصل بعد هذا الفاصل فانتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم معنا مره ثانيه. تتميز مصر دائما بالسياحه والسياحه بمختلف انواعها، فمصر تتمتع باجواءها وبامكاناتها الثقافيه والدينيه وغيرها بتنوع انواع السياحات لمن يقبلون على قضاء اجازتهم في مصر. مصر تتمتع بالسياحه الدينيه، السياحه الثقافيه، السياحه الرياضيه، السياحه الترويحيه، السياحه الصحيه، كل هذه انواع السياحات كان بتجذب اعداد كبيره جدا، ولكن حتى الان لا زالت الاعداد التي تاتي لمصر لا تتناسب مع كل هذه الامكانات السياحيه المتواجده بها. معنا على الهاتف الاستاذ حسام نجم وكيل نقابه المرشدين السياحيين. اهلا بك معنا استاذ حسام، كل سنه وانت طيب. صباح الخير يا استاذ هاني وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه طيبين جميعا. استاذ حسام، يعني برضو الكلام ده يمكن يتكرر ويتكرر كتير جدا ودايما بنقوله، ولكن الارقام دايما بتكون لغتها هي الاصدق. احنا عندنا تنوع كبير جدا في الامكانيات السياحيه في مصر مع اختلاف انواع السياحات المختلفه، ولكن لا زالت حتى هذه اللحظه بمنتهى المصداقيه الاعداد السائحين القادمه لمصر لا تتناسب مع هذه الامكانيات. ايه الاسباب يا ترى؟ طيب خليني بس اقول لحضرتك ان فعلا الانماط السياحيه عندنا انماط متعدده وكثيره، وعندنا شعب مضياف وكريم، والدليل اللي حضرتك شايفه ان احنا مع اي غريب عندنا او ثقافه ثانيه مختلفه بنستضيفهم وبنحتضنهم. احنا شعب مضياف بطبعنا حتى وان ادعى البعض ان احنا ناس مش كده. الانماط السياحيه اللي عندنا متعدده ممكن تجيب اعداد اكبر بكثير من الموجوده، ده صحيح، ولكن في بقى حاجات هي لازم نعملها. البنيه التحتيه السياحيه، هل احنا عندنا غرف تكفي؟ هل عندنا مطارات تكفي؟ هل عندنا، ودي اهم نقطه، دي اهم نقطه في المنظومه، طيران مباشر لجهات متعدده؟ ده كله عايز دراسه وعايز اضافه. احنا كنماط سياحيه ربنا متعنا الحمد لله بكنوز، سواء الثقافيه او الاثريه او حتى في ثقافه طالعه دلوقتي عندنا، الناس بتحب تجرب الطعام المصري، اللي احنا الحاجات البسيطه اللي احنا ناكلها، الاطباق اللي هي لازم، انا بقول ان احنا لازم نسجلها ونعملها براند نيم باسمنا، زي الكشري، الفول والطعميه، العدس، عصير القصب، الحاجات دي جميله جدا والناس بتاكلها. انت مش متخيل الاجانب لما بيكونوا معانا في تورز وكده لما بيدوقوا الحاجات
دي يقول لك لا ما تودينيش الحاجات التانية بتاعت الانترناشنال والفنادق وخمس نجوم ولا اربع نجوم، لا انا عايز اكل الاكل بتاعكو. فصدقني ده نمط جديد ممكن يكبر، وهو فعلا كبير، والسياحه في الاخوه السياحه العربيه دلوقتي جايه بتيجي عشان ياكلوا طبق مش عارف ايه ويمشوا، ولكن احنا لازم نستثمر في البنيه السياحيه. مشروع قصر الحكمه اللي الناس فيه بعض الناس انتقدته مشروع عظيم هيضيف للغرف السياحيه والليالي السياحيه في مصر. احنا كل ما اي اوضه او اي غرفه سياحيه بتتبني على ارض مصر بتخلق اكثر من 10 فرص عمل، من اول اللي بيبنيها لاول اللي بيدخل الديكورات للموبيليا اللي عاش بعد كده لشركات السياحه والاجانب اللي بيسكنوها. احنا محتاجين استثمار وضخ اموال اكثر بكثير في الغرف المنزليه وفي وسائل المواصلات السياحيه، دي اهم حاجه يا استاذ حسام. استاذ حسام، طب دلوقتي احنا بنتكلم على مدن مشهوره سياحيا زي الغردقه زي شرم زي مرسى علم زي الاماكن دي، الاماكن دي اعتقد فيها غرف سياحيه كبير، عدد فنادق كبير، هل هي محتاجه مزيد ولا المفروض ان احنا ننشئ مناطق سياحيه جديده بامكانيات وبنيه تحتيه سياحيه ايضا جديده؟ لا بديل مش هيبقى فيه بديل، بمعنى احنا عندنا الشواطئ بتاعتنا طولها مش فاكر رقم الدقيق، بنتكلم في 1000 وشويه كيلو، 1200 كيلومتر، 1200 كيلومتر. ليه بقى بديل؟ ليه بقى احنا بديل؟ هل هي اكسبايرد؟ لا، احنا كل ما بنزود غرف سياحيه في الغردقه في مرسى علم في برنيس، ودي منطقه الحمد لله ان هي مشهوره بره ومش مشهوره جوه لغايه دلوقتي. راس سدر بيتعمل فيها مطار، كل زي ما بقول لحضرتك وبقول تاني، كل غرفه سياحيه بطول البحر الاحمر هتضيف في خدمة السياحة الشاطئية، كل غرفة سياحية هتضاف على الساحل الشمالي هتضاف لي خدمة السياحة الثقافية والشاطئية، لأن احنا بالنسبة للشاطئ البحر المتوسط ده ممكن نسميه فيها المصرية، كل دول من دول البحر المتوسط عندها بقعة صغيرة كده بيسموها فيها. احنا عندنا منطقة من بعد احنا بنقول عليها الساحل الشمالي، دي شواطئ مش موجودة في العالم كله، دي فيها. بالنسبه للاقصر واسوان ايوه محتاجين طبعا نزود نايل كروزز كمان بتقنيات مناخيه وضوابط بيئيه صارمه، ولازم نضيف غرف دلوقتي في الامتداد الصحراوي للاقصر واسوان والمنيا، ولازم احنا عندنا كنا زمان بنعمل حاجه اسمها سوبر لونج كروز بتطلع من القاهره لغايه اسوان، دي دلوقتي متوقفه، كانت توقفت لاسباب معينه في التسعينات، بس ممكن نضيفها تاني ونرجعها تاني ونعمل ضوابط جديده. يا فندم اهم حاجه عندنا هي الغرف الفندقيه. بالاضافه بقى معلش ده دور الاعلامي يا استاذ هاني، التوعيه السياحيه. انا قلت ان احنا شعب المضياف ودي حقيقه باكد عليها، ولكن احنا محتاجين ندي فرصه للناس تبدا في العمل مع السياحه، يعني يبقى في مطاعم اكتر، ندي حريه اكتر في التحرك للسائح ان هو يجي يخش، ما يبقاش ان هو فرصه ان احنا نزود عليه سعر، نعامله بنفس سعر المواطن. رفع السعر بتاعنا اللي بيسموه التعويم ده بيصب في صالح السياحه، لو كان السائح حرا ان هو ينزل ما ياخدش خدمات عن طريق شركات بس، ده نمط سياحه مهم جدا اللي هو بينمو على مستوى العالم اسمه الاونلاين. في ناس دلوقتي ما بتحبش تحجز مع شركات، هي بتحب تاخد شقه في وسط البلد او موتيل في وسط البلد او في حته صغيره عشان معاها اطفال، وده موجود مثلا في الاستوديو اللي احنا فيه دلوقتي موجود كتير جدا. اما يديله هو ينزل يعمل السوبر ماركت بتاعته، يجيب علبه اللبن بتاعته السكر بتاعه، ده شيء نمط مهم برضه. محتاجين ان احنا بعض المناطق المعينه في اماكن او قرب الاماكن السياحيه الاثريه الاهلهم نفسها واصحاب الاماكن يتطوروا من نظره مش عارف اقول اكثر من كده، يبقى اكثر نظافه واكثر واقعيه في التعامل مع السياحه. شكرًا جدا على هذه المداخلة الأستاذ حسام نجم وكيل نقابة المرشدين السياحيين. مشاهدينا في كل مكان نتواصل معكم وفقراتنا اليوم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. هنا في كل مكان الدراما السورية دراما لها تاريخ ولها باع كبير جدا ولها نجومها اللي يمكن قدموا لنا أعمال جميلة جدا، ما ننساش طبعا باب الحارة وغيرها من الأعمال المتميزة اللي تميزت بها الدراما السورية، وأسماء كبيرة جدا يمكن من سنوات ومن السبعينات وأيضا من الستينات يمكن تعاقبت وقدمت لنا الأعمال الدرامية سواء على مستوى السينما أو التلفزيون. أيضا من نجوم الدراما السورية الحاليين النجم السوري قصي الخولي اللي بنحتفل معاه بعيد ميلاده النهاردة 2/1 إبريل، الفنان السوري قصي الخولي بعيد ميلاده،
والذي ولد في قرية ظهر بمحافظة طرطوس في سوريا. درس قصي في البداية الحقوق لمدة عامين، ولكن ميوله الفنية قادته نحو المعهد العالي للمسرح، وعلى الرغم من اعتراضات عائلته القوية سجل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. بدأ الفنان قصي الخولي مشواره الفني في فيلم ذاكرة صعبة، وكانت نقطة الانطلاق حين شارك في مسلسل الزير سالم عام 2000، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها المسلسل الكوميدي قلة ذوق وكثرة غلبة، ومسلسل أحلام كبيرة، ومسلسل عصر الجنون. المهم أنا جاي لعندك لأني مشتاق لك كثير وبحبك كثير وجبت لك هالكم غرض، بس هذا ما مهم، أنا بدي أحكي معك بموضوع كثير مهم، فبدك تضلي هيك مركزة معي، أوكي؟ خير. نال جائزة أفضل ممثل عربي من الموريكس دور لأدائه وحضوره المميز في بطولة المسلسل الاجتماعي تخت شرقي، وزادت شهرته على الصعيد العربي بعد تجسيده لشخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل سرايا عابدين بجزئيه الأول والثاني، كما شارك في مسلسل هارون الرشيد أحد المسلسلات التاريخية، وأدى دور الخليفة العباسي هارون الرشيد. غادينا في كل مكان، أهلا بكم معنا مرة تانية. ويمكن المباريات الإفريقية المرتبطة بقطبي الكرة المصرية والفرق المصرية اللي مشاركة أو اللي تبقت من أجل المشاركة في البطولات الإفريقية، الأهلي بعد خروج بيراميدز هو الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية لأندية الأبطال، الزمالك وفيوتشر أو مودرن فيوتشر كانوا على موعد في الكونفدرالية بالأمس مع أول أدوار الدور قبل النهائي، ويمكن المباراة امبارح انتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. للحديث عن مباراتي الأهلي أمام سيمبا والزمالك أمام مودرن فيوتشر معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ مبروك حسنين. أستاذ مبروك صباح الخير. صباح النور يا زهاني. كل سنة وعليك طيب. دعم وانتم في رمضان كريم. الله اكرم. استاذ مبروك، بدايه هنبتدي بمباراه الاهلي وسيمبا، يمكن ممكن نقول ان الاهلي بديها بقوه من اجل يعني التتويج هذا في هذه البطوله، يعني 1-0 في تنزانيا ده يعتبر بدايه قويه للاهلي. اه طبعا بكل تاكيد، الحقيقه في ظل ظروف استثنائيه الفريق الوحيد في هذا الدور اللي قدر يحقق فوز او انتصار كان الفريق نادي الاهلي المصري. الحقيقه باقي النتائج كلها تعادلات. طبعا احنا عارفين ان المباراه كانت بعد 48 ساعه من مباراه المنتخب مع كرواتيا، والفرقه سافرت الفجر ويا دوبك لحقوا تمرينه واحده في الملعب الرئيسي، ثم ادوا المباراه بشكل قوي جدا، وقدر الحقيقه المدرب يفرض سيطرته واداء الفريق كان الحقيقه كان في قمه كل الفرقه. الحقيقه كانت فايقه بلغه الكوره، المباراه كانت الحقيقه قويه جدا. الحقيقه فريق سيمبا احنا عارفين فريق قوي جدا على ملعبه، يعني ادي اول هزيمه على ملعبه من اكثر من 15 في تاريخ مباراة. يعني في تاريخ المشاركات الافريقيه اول فريق مصري يفوز على سيمبا في تنزانيا. بكل تاكيد دي حقيقه فعلا، وقدرت لعيبه النادي الاهلي الحقيقه تفرض سيطرتها على اداء فريق سيمبا وخطف الفوز في الدقيقه الاولى من المباراه. والحقيقه في اكثر من لاعب الحقيقه في هذه المباراه كان في قمه ادائه، ونقدر نقول الاهلي استفاد كويس جدا الحقيقه قبل ما موقعه الاياب. نقول مش بنسبه قد ايه حسم تاهل الاهلي ولا ما نركنش لهذا الموضوع؟ والله انا يعني عجبني تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لما بيتكلم معانا، بيتكلم بيقول ما زال لسه في جوله ثانيه، وحتى الان لم يحسم التاهل، وده طبعا ده العقلانيه في الكره، خاصه المدرب الخاص بسيمبا الجزائري يمكن مدرب قوي وليه يعني صوالات وجولات مع الاهلي سابقه. كل تاكيد واخد من الاهلي السوبر من الاهلي الاخير الافريقي. كل تاكيد مدرب عبقري ومدرب قوي جدا. بن شيخه اسمه، بن شيخه. نعم ابراهيم بن شيخه. وله مستقبل كويس جدا الحقيقه في مع الكره الجزائريه، وفي نفس الوقت هو ليه اكثر من موقع مع فريق نادي الاهلي يعني. بالنسبه للزمالك، الزمالك بالامس هو ومودرن فيوتشر الفريقين مصريين، ما كناش نتمنى انهم يتقابلوا في يعني بدري كده، ولكن في النهايه اتقابلوا و 2-1 للزمالك بعد تقدم مودرن فيوتشر. نقول الخبره فرقت امبارح ولا الاداء هو اللي فعلا كان الزمالك افضل؟ حظ الكره المصريه ان الفريقين الكره اوقعتهم في هذا الدور، كنا نتمنى يبقى الفاينل المصري
ولكن ده لسوء حظ يعني. احنا شفنا الاداء الزمالك كان قوي، قدر بعد ما قدر مودرن فيوتشر تقدم قدر ان هو يرجع بالتعادل ثم يعود كامباك بالفوز، وده فوز كان مهم جدا. طبعا هي مباراه فيوتشر الحقيقه، وما زال الاتحاد الافريقي الكاف بيشتغل بالهدف خارج الديار في حاله التعادل بهدفين، يعني كده الزمالك يعتبر حسم الموضوع اجنيكيا يعني الحقيقه كابتن هاني. يعني نقدر نقول 2-1 خارج الديار. الزمالك يكفيه التعادل في مباراه العوده يوم 7 ان شاء الله التاهل للدور اللي بعديه. واعتقد ان الزمالك عنده كثير جدا، واحنا شفنا المباراه امس جوميز قدر برضه ان هو يفرض سيطرته، وده باين في الشوط الثاني من خلال الدفع بالاحتياطي بعض اللاعبين، وطبعا هو عنده 3-4 لاعبين مش مقيدين افريقيا، ولكن قدرنا احنا نشوف القماشه اللي موجوده اللي اشتغل عليها جوميز، قدر ان هو يفرض سيطرته حتى في الشوط الثاني، وكان ممكن الزمالك يسجل الثالث الحقيقه. اعتقد ان الزمالك قادر ان السنه دي يفرح جماهيره عوضا عن بعض الاخفاقات الاخرى، وان هو يحقق البطوله الحقيقه اللي محققها الكونفدراليه. ودي البطوله المفضله لجماهيره يعني. 2019 الفرقه محقق البطوله. اعتقد ان ده يعتبر افضل تعويضا عن جميع الاخفاقات على مدار السنين اللي فاتت ديت، في ظل تدهور اداري وعدم سابق ولا باش ما بيتقال يعني في النواحي الاداريه. اعتقد ان الزمالك قادر ان هو يحقق البطوله، ونتمنى النادي الاهلي يحقق البطوله برضه، ويبقى فيه بقى سوبر بين قطبي الكره المصريه الافريقي ان شاء الله. شكرك جدا على هذه المداخله استاذ مبروك حسنين الكاتب الصحفي. مشاهدينا في كل مكان بندعوكم لهذا التقرير عن الرياضه العالميه ومتابعه لاهم الرياضات العالميه خلال هذا الاسبوع من خلال مشاهدينا في كل مكان. اهلا بكم معنا مره تانية، قراءه سريعه لاهم اخبارنا معكم اليوم من اخبار مصر. الرئيس السيسي يتابع جهود دعم ومشاركه القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الصحه. من جريده الاهرام، الرئيس يوجه بتوفير احتياجات المشروعات القوميه ايضا بقطاع الصحه، ويوجه بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للاشقاء في قطاع غزه. توجيهات رئاسية بالانتهاء من تشريعات تسهل مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية. من أخبار مصر، مدبولي يتابع الموقع التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان. كما يتابع عدم السماح بالبناء العشوائي أو أي بنايات مخالفة بشكل قاطع. وزير خارجية مصر وإيران يؤكدان الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار في غزة. من اليوم السابع، وزير المالية إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 15%، و105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 للآلات والمعدات، والدولة تتحمل 8 مليارات فارق سعر الفائدة عن المستفيدين بهذه المبادرة. وزارة التعليم تمد باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 إبريل. اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وانطلاق الاختبارات في 25 مايو. اليوم السابع، وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات إبريل بزيادة 15% للشهر الثاني. وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات إبريل من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من اليوم وبالزيادة 15%. مشاهدينا معنا على الهاتف الأستاذ أو الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلام بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير، كل سنة حضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، كل عام حضراتكم بخير دايما. وحضرتك طيب يا فندم. الناس صيفت خلاص يا دكتور؟ طبعا احنا حذرنا من فتره من التخفيف الكامل للملابس خلال الفتره الحاليه. احنا لازلنا في فتره تقلبات جويه، ما ينفعش نرتدي ملابس صيفيه بشكل كامل، ممكن خلال بعض الموجات اللي بترتفع فيها درجات الحراره زي الفتره الحاليه الناس تبدا تخفف الملابس بشكل نسبي او بشكل بسيط خلال ساعات النهار، لكن طبعا خلال ساعات الليل درجات الحراره بتنخفض. اي نعم مش بتنخفض زي الفتره اللي فاتت، لكن طبعا الاجواء بالليل بتكون لطيفه خلال الفتره الحاليه،
نقدر نقول ان الفتره الحاليه تعتبر موجه دافئه بترتفع فيها درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه، ده ان شاء الله مستمر معنا حتى نهايه الاسبوع الحالي. درجات حراره خلال ساعات النهار بالنسبه للقاهره ما بين ال 32 الى 30 درجه مئويه طوال هذا الاسبوع، بتوصل ما بين 34 ل 36 على جنوب الصعيد، بيكون في بعض نسمات الرياح او نشاط رياح نسبي على مناطق متفرقه سواء من القاهره الكبرى، الوجه البحري، مدن القناه، واحيانا شمال الصعيد والسواحل الشماليه للجمهوريه. نشاط الرياح بيؤدي لتلطيف الاجواء، كمان نسب الرطوبه مش عاليه زي فصل الصيف، وبالتالي ارتفاع درجات الحراره خلال ساعات النهار بيكون معاه الاجواء حاره على اغلب انحاء الجمهوريه ولطيفه خلال ساعات الليل. لكن برضه عايزين نحذر اننا لازلنا في فتره تقلبات، وده فعلا اللي بتشير اليه الخرائط، انه بدايه من الاسبوع القادم هتكون درجات الحراره هتنخفض اقل من اللي احنا بنشهدها حاليا، هتبدا العظمى على القاهره بدايه من يوم السبت القادم تتراوح في حدود ال 27 ل 28 درجه مقارنة ب 32 و30 درجة بنشهدها خلال الأسبوع الحالي. يعني في 28 و27 من الأسبوع القادم وستنخفض أكتر من كده، ولا ده برضو لنهاية الأسبوع القادم هتكون بهذا المتوسط؟ يعني احنا الفترة الحالية فترة تقلبات جوية بشكل كبير جدا، التنبؤ لفترة زمنية طويلة بيحدث فيه تغيرات كبيرة بسبب تغير في مصادر الكتل الهوائية، لكن ده اللي بتشير إليه الخرائط، إن الأسبوع اللي جاي من حيث درجات الحرارة هو أقل من الأسبوع الحالي نسبيا سواء خلال ساعات الليل أو كمان خلال ساعات النهار. يعني نقدر نقول كمان إنه خلال ساعات الليل الفترة الحالية الصغرى على القاهرة من 18 ل 19 درجة مئوية، لكن الخرائط بتشير إن الأسبوع القادم ممكن تكون في حدود 16 إلى 15 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى. يعني هنبدأ نحس خلال ساعات الليل بأجواء تميل للبرودة أحيانا على حتى المناطق المكشوفة أو المناطق المفتوحة. هي كلها فترة تقلب جوية بشكل كبير جدا، ما ينفعش إننا نرتدي ملابس صيفية بشكل كامل، لأنه وارد جدا خلال أي فترة يحدث تقلب وانقلاب كبير في الحالة الجوية تنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وارد جدا في بعض الأيام نلاقي تساقط الأمطار على مناطق متفرقة، كل ده مستمر معانا على الأقل التقلبات دي حتى نهاية شهر إبريل، وبالتالي لازم نتابع النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية. بشكرك جدا على هذه المداخلة الهامة دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مشاهدينا بنستكمل معكم قراءتنا لأهم أخبارنا معكم اليوم، ومن أخبار مصر بدء الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد اليوم. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سيبدأ اليوم الاثنين 1/4/2024 ولمدة شهرين حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024 الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي. من اليوم السابع البحوث الفلكية غرة شهر شوال 14 إبريل وأول أيام عيد الفطر المبارك. يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هجريا والموافق 8/4/2024 يوم الرؤية. وأخيرا درجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالنسبة لدرجات الحرارة على القاهرة العظمى 31 الصغرى 19 الإسكندرية العظمى 25 الصغرى 16 مطروح 23 الصغرى 15 سوهاج العظمى 34 والصغرى 18 قنا 36/20 وأخيرا محافظة أسوان العظمى 35 والصغرى 20. مشاهدينا في كل مكان، دي كانت أهم أخبارنا معكم اليوم، نلتقي بعد الفاصل ونتواصل معكم مع فقرتنا اليوم. دينا أهلا بكم معنا مرة تانية ومع فقرتنا المعتادة واللي بنقدمها لكم طوال شهر رمضان الكريم، وهي فقرة رمضان زمان، واللي بنحاول من خلالها نستعرض أهم الأعمال اللي قدمت على مدار تاريخ
ماسبيرو في شهر رمضان الكريم الأعمال المتميزة ومنها المسلسلات والفوازير وغيرها. ويمكن معدنا النهاردة مع مسلسل عائلة شلش اللي أنتج عام 1999 وقدم على شاشة التلفزيون المصري في شهر رمضان الكريم، وكان بالفعل واحد من المسلسلات العائلية اللي كانت بتلتف وتنتظرها العائلات المصرية في فترة ما بعد الفطار طوال شهر رمضان الكريم. مسلسل عائلة شلش بطولة الممثلين الكبار صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، ناهد جبر، أحمد سلامة، جمال إسماعيل، ماجدة زكي، وعائلة شلش كانت من إخراج المخرج الكبير أيضا محمد نبي. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية. ضفنا على الهاتف الباحث الأثري والمحاضر الأكاديمي الأستاذ علي يحيى، وحديث عن الآثار الإسلامية وتحديدا جامعي الرفاعي والسلطان حسن. أستاذ علي أهلا بك، كل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب. أستاذ علي، إذا تكلمنا عن جامع الرفاعي والسلطان حسن ومكانهم المتميز يمكن أسفل قلعة صلاح الدين أو في مكان بقرب من قلعة صلاح الدين، يعني رغم أن البعد التاريخي اللي بين الجامعين من ناحية النشأة إلا أن هم بيمثلوا فعلا قمة العمارة الإسلامية في هذا التوقيت. الحقيقة اللي احنا بنتكلم النهاردة على ميدان قلعة صلاح الدين اللي بيعتبر من أهم الميادين التاريخية بالقاهرة، واللي عرف بميدان الرميلة، والرميلة تم تسميته بالرميلة لأنها كان واقع بين هضبتين، هضبة جبل يشكر اللي بنى عليه جامع أحمد بن طولون، والهضبة الثانية اللي بني عليها قلعة الجبل، وده كان ميدان ملتقى لرمالهم، عشان كده تسمى ميدان الرميلة. الميدان ده كان بيستقبل مواكب السلاطين والرسل والسفراء، وكان بيخرج منه موكب السلطان نفسه من مقر الحكم بالقلعة متجها لمرور الشوارع بالقاهرة في المناسبات. الميدان كمان بيشهد خروج محمل كسوة الكعبة للحجاز، وكمان بيشهد الاحتفال بسجود رؤية هلال رمضان. الميدان بيحتوي على عدد كبير من الآثار الإسلامية، طبعا أهمها مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي اللي هو محور حلقتنا النهاردة. لو جينا نتكلم على مسجد السلطان حسن، أيهما أقدم؟ طبعا احنا بنتكلم على الفرق ما بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، بنتكلم في اكثر من 500 سنه. لان مسجد الرفاعي بني في العصر الحديث، في العصر الايه؟ بني في العصر الحديث يعني بامر من الملكه خسار هانم. ده السلطان حسن الرفاعي. طب السلطان حسن، لكن السلطان حسن احنا بنتكلم على يعني دايما كده بتوع الاثار الاسلاميه بيقولوا جمله شهيره، اذا ان كانت مصر الفرعونيه بتفتخر باهراماتها فعلى مصر الاسلاميه ان تفتخر بمدرسه ومسجد السلطان حسن. احنا النهارده مش بنتكلم على مسجد بس، احنا بنتكلم على صرح كبير عملاق من اضخم مساجد مصر عماره واعلاها بنيانا، بنتكلم على هرم من اهرامات مصر الاسلاميه، وبنتكلم على أحد المعالم التي لا يمكن تجاهلها في مدينة الألف مئذنة، اللي طبعا أمر بإنشاؤه السلطان حسن ابن الناصر محمد بن قالون. يعني بنتكلم على واحد من أسياد من ولاد قالون اللي حكموا مصر لنهاية دولة المماليك، واللي أشرف على بناء محمد بن بليك المحسني، واللي استغرق بناؤه من 1356 ميلادية ل 1363 ميلادية. حتى بيذكر المكريزي في كتاباته ان بناء المسجد بيرجع للقرن ال 15، لان كانت في الفتره دي ظهر بعض الابواقه، وده اللي اثر على السكان مما اثر على استقبال المسجد. لك ان تتخيل معي احنا بنتكلم في تكلفه وصلت للمليون دينار، حتى السلطان نفسه قال لولا ان يقال عجز ملك مصر عن اتمام هذا الجامع لتركته من كثره ما انفقت عليه. مشروع ضخم تم تنفيذه على نطاق هائل، مما ادى لاستدعاء كل الصناع والحرفيين من مختلف الاقاليم الدوله المملوكيه. بنتكلم عن المسجد السلطان حسن اللي استخدم في فتره من الفترات كحصن نظرا لقرب من القلعه، لان في فتره من الفترات كان بيبقى في ثورات وفتن بين امراء المماليك، فكان بيتم وضع المجانق على سطحه، حتى فكر سلطان المماليك جديا في هدم هذا الصرح. طيب أستاذ علي، طب بالنسبة لاختيار الموقع، يعني أنت بتقول إن جامع الرفاعي بني بعد جامع السلطان حسن مسجد السلطان حسن بحوالي 500 سنة، الموقع ده كان فاضي كده، قعد الفترة دي فاضي قدامه، لأن طبعا الموقع متميز جدا وبينهم ممر وهم قدام بعض على طول.
عايز اقول لحضرتك ان مكان مسجد الرفاعي كانت فيه زاويه صغيره بتسمى بذخيره الملك، وتحول كان من عصر الفاطمي، وتحول بعد كده لمقام الشيخ علي ابو شباك. طبعا احنا بنتكلم على الطريقه الرفاعيه وطريقه علي ابو شباك. لك ان تتخيل ان قصه علي ابو شباك ديت اسسها بيت شاعر اللي كان بيقول فيه: في حالة البعد روح كنت أرسلها، تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، تمضد يمينك كي تحظى بها شفت. يعني البيتين الشعر دول بيقول إن الأمر الإلهي جملة علي لأحمد الرفاعي الكبير إن هو يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي، فالنبي مد إيده لعلي لأحمد الرفاعي إن هو يبوس إيده. فمن هنا اتبنت الطريقة الرفاعية وتعمل له مقام، وكانت حتى لما جت انتشر بها الطريقة الصوفية أحمد بن عز الدين الصياد اللي هو حفيده، اللي هو بدأ إن هو تنتشر الطريقة الصوفية اللي خلف منها علي وأطلق عليها بعد ذلك علي أبو شباك. المهم إن الشباك المدهش اللي حضرتك بنتكلم عنه ده هو ده اللي كان بيوصل مصر للشام، وحتى لما كانت قشار هانم جت عشان تجدد المسجد ما محتش اسم على ابو شجاك، ولكن جددت المسجد واقامته عشان تكون في رحاب الطريقه الصوفيه وتكون في رحاب البركات او اللي بيتمتع بها الطريقه الصوفيه. المسجدين تعرضوا لتجديد في العصر الحديث ولا لا؟ تم ترميم طبعا السلطان حسن عدة مرات، وكذلك مسجد الرفاعي، لأن المسجد الرفاعي بنتكلم في حوالي 6500 متر، أكثر من 1000 متر كان مخصص للصلاة والباقي كله ملحقات للمدافن والأضرحة اللي كانت موجودة في مسجد الرفاعي. احنا بنتكلم على ضريح قشار هانف، بنتكلم على ضريح شاه إيران اللي استقبلته مصر دفن جوه مسجد الرفاعي؟ بالظبط يا فندم بالظبط. بعد انتهاء النظام بتاعه وقيام الثوره الاسلاميه في ايران سنه 1979، امر الرئيس السادات طبعا في الوقت ده بدفنه في جامع الرفاعي بعد وفاته عام 1980. حتى كانت في مقوله للرئيس السادات اللي قال فيها ان مصر ما بتنساش الجميل، لان في الفتره اللي كانت في حرب اكتوبر فيها ايران اول مركب محمله بالبترول وداها الى مصر، فقال لما قامت الثوره وشاء ايران ما لقاش بلد يروحها، مصر هي اللي استقبلته وتنوا في مصر لحد ما دفن في رحاب جامع الرفاعي. السلطان حسن حضرتك وجامع الرفاعي برضه اتعملت له اعمال صيانه مش كده؟ تعمله على عمليات ترميم جدا، كذلك ان وزاره السياحه والاثار قامت بمشروع كبير في مسجد السلطان حسن، لان كانت القبه اللي في الصحن المكشوف تعرضت الى بعض السلبيات اللي كانت موجوده فيها، وعملنا موضوع ترميم كبير جدا في مسجد السلطان حسن وكذلك مشروع الترميم في مسجد الرفاعي. المنطقه دي ليه ما يعني ما بتتعملش زي مثلا منطقه القاهره الفاطميه؟ الحقيقه هي قربها من القلعه ده بيديها طراز فريد يعني، لكن القاهره الفاطميه احنا النهارده يمكن سؤال حضرتك اللي حضرتك عايز توضحه ان ليه المنطقه ديت ما بتاخدش نفس الصدى في القاهره الفاطميه في البرنامج السياحي او كذلك، صح كده؟ صح. المنطقه بقربها للقلعه، لكن القاهره الفاطميه النهارده لما يجي برنامج السياح بنزور شارع المعز، فبنزور كذا حاجه في منطقه، لكن المنطقه مرتبطه بالقلعه اكثر. مرتبطه بالبرنامج السياحي بتاع قلعه صلاح الدين. بشكرك جدا على هذه المداخله الهامه الباحث الاثري والمحاضر الاكاديمي الاستاذ علي يحيى. مشاهدينا في كل مكان استمتعنا بوجودنا معاكم النهارده، فعلى وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصب عليكم.